ذهبين، جابوا بيض وجابوا هذا اللحم ذاته ديما هذا جابوه خلطوه شلدروا عليه حطوا عليه. قلت لهم بيض لا حرام، تردني حرام بيض. هذول ثاني اليوم كان انا طبعا مكيت علي السابق ووكلت كتلي من همام شخصيا، بس انا بستنى بيرس ان شاء الله. بديش اضرب اضرب لا، يعني زي ما شايف في بيض وطحين وكاتش اب وهي الشغلات، انه يعني انه ما تضروش فيه، يعني مزحه خفيف لطيف من الشباب، هي كل القصه. وان شاء الله الله يهنيه، وان شاء الله ابني بضرب ابنه نفس الشيء.